سمية الخشاب سعيدة بعدم الإنجاب، لم تشغل بالها لتحقيق حلم الأمومة، أثارت جدلاً كبيراً بتصريحاتها حول هذا الأمر. أجرت الفنانة سمية الخشاب لقاءً مصوراً خلال الأيام الماضية، وتطرقت في الحديث للعديد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية، وكان من الأمور التي تحدثت عنها بصراحة هو الإنجاب، وأكدت أنها لم تحزن أبداً بسبب عدم إنجابها أطفالاً رغم تكرار تجربة الزواج. سمية الخشاب لم تسعى لتحقيق حلم الأمومة، وذلك لأنها مدركة تماماً لمصاعب الأمومة وتربية الأبناء، ولأنها ترى الكثير من الأبناء يتجاهلون وجود الآباء عندما يكبرون في العمر، ويتجاهلون تماماً السؤال عن الأهل، ففضلت أن تعيش بحرية دون قيود التربية. وقالت عن حرمانها من الأمومة: أنا بحس إني ربنا رحمني لأنها مسؤولية كبيرة، الحمد لله الذي عافاني. جمهور سمية تعجب من تصريحها الغريب حول الأمومة، خاصة وأنه معروف أنه الحلم الذي تسعى لتحقيقه أغلب النساء. تحدثت سمية الخشاب عن علاقتها بوالدتها، وأكدت أن يوم رحيلها هو أصعب يوم مر في حياتها، وتتمنى لو تستطيع نسيان تفاصيل هذا اليوم. استعادت سمية بعض النصائح والقيم التي علمتها لها والدتها، وقالت إنها ربتها على الصبر والثقة بالنفس والصراحة، وأهم صفة تعلمتها من والدتها هي المواجهة لحل المشاكل والتعامل بحكمة في مختلف الأمور.